نظمت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع المجلس البلدي البرنامج التوعوي الإيكوباس، حيث تمت زيارة مدرسة الإيمان للبنات بمدينة عيسى ضمن إطلاق الحملة التوعوية لسواعد، والتي تم تدشينها مؤخرا من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع البلديات والمجالس البلدية. يهدف البرنامج إلى إقامة فعاليات مجتمعية متنوعة بالشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات لإقامة حملات الغرس والتشجير في كافة الميادين العامة وحملات تنظيف السواحل العامة والمماشي والحدائق والمنتزهات، إلى جانب تفعيل قانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 في كافة المناطق والميادين. جدير ذكره أن حملة سواعد تهدف إلى تفعيل دور الأفراد والمؤسسات الأهلية والخاصة والمجالس البلدية كشريك أساسي في العمل البلدي، وتوعيتهم بأهمية المساهمة في دعم الحملات البلدية من مبدأ تعزيز الشراكة الفعلية على أرض الواقع من خلال فعاليات اجتماعية متنوعة تعزز التنمية المستدامة. نظمت جمعية وطن البحرين ندوة بعنوان العادات والتقاليد ودورها في تعزيز الهوية الوطنية في صالة الحد الأهلية. الندوة الثقافية والحوارية العادات والتقاليد لتعزيز الهوية الوطنية. طبعا اخترنا متحدثين هامين في هذه الندوة اللي هما دكتورة دلال الشروقي والأستاذ راشد الجودر، على أساس واخترنا محاور هامة في هذه الندوة حتى نحن ننقل الهوية الوطنية بصورة سلسة وبصورة جاذبة، وخصوصا لأطياف المجتمع اللي احنا مركزين عليهم ان احنا ننقل لهم هالثقافة حفاظا عليها. ما نبغيها ان هي تتلاشى، نبغي نعززها ونبغي نقرسها في كل أطياف المجتمع مثل ما قلنا، وهذه هي الأهداف اللي أسست من أجلها هذه جمعية وطني البحرين. تحدث في ندوة العادات والتقاليد ودورها في تعزيز الهوية الوطنية الكاتب راشد حسن الجودر والدكتورة دلال الشروقي. الورقة اللي بقدمها تتناول العادات والتقاليد ودور الدراما في ترسيخها. طبعا الكل يعني اللي شاهده والأعمال التراثية اللي قدمت خلال الثمانينات والتسعينات وحتى الألفين كان يلاحظ يعني أنها هي تقدم القصص القديمة اللي كانت تضمن عدد من العادات والتقاليد الأصيلة اللي كان لها دور في حفظ هوية الوطن. وبالتالي أنا أحاول في هذا الورقة أني أستعرض هذه العادات والتقاليد وشلون كان تأثيرها وشلون قدمتها الدراما وبعض التحديات اللي واجهتها الدراما التراثية. بالنسبة للأجيال الشابة من الصعب أن تلومها يعني لوحدها وتحملها المسؤولية عن الحالة اللي هي فيه والانسلاخ عن هويتها، مثلا إذا بقى يعني إذا جاز القول أنهم منسلخين عن الهوية. أنا أعتقد أن المجتمع ككل مسؤول عن الحال اللي فيه الشباب، والدولة مسؤولة، الإعلام مسؤول، التربية مسؤولة، الأسرة بشكل أساسي تتحمل المسؤولية الأولى عن حال الشباب وحالة الاقتراب اللي يعيشونها. بس الشباب في ذاتهم عندهم الاستعداد أن يكونون أن يتمسكون بالعادات والقيم، لكن هل قدمت لهم هذه العادات؟ هل من هم أكبر منهم يمارسون هذه العادات عشان يكونون قدوة لهم؟ يعني أشك في هذه الأمور.
المشكلة مو في الشباب، المشكلة في من هم أكبر من الشباب، المشكلة في من في يدهم أن يوجهون الشباب الاتجاه الصحيح، ولكن للأسف يعني. تناول المتحدثان سنع أهل البحرين ودامثة أخلاقهم، وأكدوا على دور جيل كبار السن في نقل التراث والعادات والتقاليد للجيل الذي يليه، وذكروا أهمية الدراما التلفزيونية ودورها في ربط الجيل الشاب بتاريخه، وتطرقوا إلى اللهجة الجميلة في تلك المسلسلات والصفات الحميدة لأبطالها. بما أني مدرسة اتيكيت، فالسنع مقابل الاتيكيت، فأنا بتكلم عن الاتيكيت البحريني، السنع البحريني ودوره في الهوية الثقافية البحرينية. أروح كثير من الجمعيات والمدارس، لأن كل 40 سنة يجيك جيل جديد. هالجيل الجديد يعني ليه جيل عيالي بنتي 40 أوكي، إحنا جيل عيالها لا، كلهم تحكون إنجليزي، كلهم يعرفون، فلازم نعزز فيهم هذه الهوية. الندوة لها دور فاعل في تثقيف الحضور بالموروث الشعبي، وغاصت في أعماق بحر التراث، وأخرجت دررا فنية من شأنها أن تعزز الهوية الوطنية التي يخشى حاملوها من ضياعها مستقبلاً.